وختمها مسك زي ما بيقولوا. فرحانة قوي ان انا هختم معاكم السنة الجديدة، السنة القديمة، وهبدأ معاكم السنة الجديدة بروح جديدة ان شاء الله وشكل جديد، ويبقى من جوانا كده حاجة جديدة. كلكم وحشتوني قوي، وبتمنى دايما ان السنة الجديدة تكون خير وسعادة علينا جميعا. بس النهاردة بقى ضيوفي النهاردة هيكونوا مختلفين، حبيت كده اما انهي معاكم السنة القديمة وابدأ السنة الجديدة يكون معايا ضيوف مميزين بروح جديدة وتفاؤل جديد للسنة الجديدة. ضيفي وضيفكم دلوقتي اليوتيوبر الشهير المدون استاذ احمد جمعة. اهلا بيك يا احمد، كل سنة اهلا وانت بيك طيب. يا استاذه ولاء، كل سنه وانت منورني في طيبه. برنامج الحياة مع حوا. الله يخليك، كل سنه وانت طيبه، والمشاهدين كلهم كل سنه وكل عام، ويكون عام غوث ان شاء الله، يا رب وعلى الامه كلها باذن الله. يا رب. طبعا يا جماعه انا متوتره شويه، لان احنا عايزه اقول لكم ان احنا يا دوبك طالعين هوا، كان في حبه صحيح دربكه كده قبل صحيح، الهوا، بس الحمد لله. السنه الجديده يا احمد عايزين نقول كده للناس ازاي نستقبلها بروح جديده، يعني مش عايزين يبقى كل سنه بتعدي علينا مفيش جديد. يعني انا صحيح. بسمع ناس وانا جاي يقول لك ايه الفرق، يعني بكره واحد واحد، ايه الفرق، ما هي كلها ايام. ازاي نغير الشكل ده او النمطيه دي عند الناس؟ صحيح. هو بداية قبل ما أخش على السنة الجديدة، أنا لازم أراجع نفسي في السنة القديمة. يعني إحنا زي ما بنقول هي تخطيط، وأي تخطيط في الحياة بيتم إن إحنا نحلل الماضي عشان نعرف إيه خطواتنا للي جاي. الماضي لينا إحنا كبشر، كعنصر بشري، مش هيكون بس على التطور المادي اللي أنا عملته في حياتي، يعني هل طورت في وظيفتي، كل حاجة لو تعلقت بالمادة بس يبقى أنا كده مش ماشي في الطريق الصح اللي أنا بتكلم عليه. أكيد أنا لازم أشوف نفسي، المجتمع اللي حواليا، أنا كنت إيه، إيه الأخطاء اللي أنا واجهتها في الفترة اللي فاتت، إيه الأخطاء اللي أنا عايز أتجنبها للسنة الجديدة، علاقتي بالمحيط اللي حواليا، أسرتي، عيلتي، أبنائي، ولادي. يعني مش عايز اقول ان كل نجاح بيتم هو النجاح المادي او النجاح المهني بس، اكتر من ذلك، لان في ناس بتخش في المعترك بتاع الحياة والشغل الحياه وكده والحياه وبتنسى حياتها المهنيه، الاجتماعية، فده بيأثر ويكتشف طبعا. ان في تفككات بتحصل معاه. فانا لازم احلل السنه القديمه، انا عملت ايه، ولو كانت ورقه وقلم يبقى يا ريت، علشان ابدا احط المخططات بتاعتي للسنه الجديده هتبقى ماشيه ازاي. السنه الجديده عايز اخش بيها ايه؟ ان هي الصافيه بدايه، صح، وان هي اكيد. الصافيه بتتم مع الخالق سبحانه وتعالى ومع المجتمع اللي حواليا. عايز اقول لك ان الفترة اللي فاتت يا احمد احنا لاحظنا ان علاقات كتير بتبوظ، يعني دخول السوشيال ميديا في حياتنا يمكن اثر شويه، خلى صحيح الناس بقت بعيده قوي عن بعض، صحيح حتى التهاني التعازي اي حاجه بقت تحصل عن طريق التليفون، صحيح. مبقاش حد يهتم ان يبقى في كده ودوديه بيننا في اللقاء او في التعامل. السوشيال ميديا زي ما بيقولوا قربت البعيد وبعدت القريب مننا، ده بالظبط. حقيقي، بقينا بنقدر نتواصل مع المسافات الأبعد، لكن قريب مننا إحنا في عالم منغلق بسببها. وده من ضمن الحاجات اللي ممكن نحطها أو نخططها بالنسبة للعام الجديد، تحديد وقت السوشيال ميديا في حياتنا، لأن في سوشيال ميديا واخدة حياة الناس بالكامل، بالظبط، ده حقيقي فعلا. فده بيؤدي إن علاقات موجودة حتى داخل البيت، حتى مع الأبناء، وهو ده اللي إحنا بنقوله التخطيط بتاعه. انت علاقتك بابنائك كانت عامله ازاي؟ عايز تعمل ايه السنه الجديده؟ عايز تنمي ايه في ابنائك السنه الجديده؟ اللي انت قصرت فيه سواء مع اسره، مع اخوات، مع اصدقاء، ده انت محتاج تقول انا غلطت في ده واخطات في ده السنه القديمه، عايز ابدا السنه الجديده ولو اول شهر فيها، علشان ما يبقاش عليا انا مثقل بهموم ان انا عندي مشاكل كتيره قوي بالظبط، مترتبه عليا فانا من كل السنه ده القديمه. هيأثر عليا ويبقى فيه صحيح تراكمات من السنه اللي فاتت. صحيح. عايزه اقول لك ان في مقوله كده بتقول فيما معناها، يعني ان فيما يعني كل الاخطاء اللي انا بعيشها هي مش بتوقعني قد ما هي إطلاقاً بتكسبني خبره إطلاقاً، وبتخليني اتجاوز او اتخطى مظبوط اخطاء جديده. مظبوط. فده اللي احنا يعني بنناشد بيه. يعني ممكن تكون كلنا عندنا اخفاقات في السنه فاتت، كلنا عندنا احزان، كلنا عندنا امور مرت بينا سواء حلوه او وحشه، فلازم نتخطى ده صحيح، ونحط يعني نقطة كده ونقول أنا هبدأ من جديد. أي مشاكل بنتعرض ليها هي خبرة في الحياة، دايما بناخد منها وبنستقي منها علشان نتقدم في الفترة اللي جاية. أنا بستغرب ساعات من الناس اللي بتشعر إن عملية الخطأ ده شيء كارثي بالنسبة لهم. طب وأنت هتتعلم في إزاي ناس إلا حياتها نصح بتقف الخطأ؟ وتكتئب وتقول لك إزاي أنا ده يحصل معايا وده من وأنا ضمن الحاجات اللي إحنا عايزين نغيرها في 2020، إن أنت تتعلم إن أنت إزاي تقدر تتعامل مع مشاكلك بشكل اهدى. في ناس منسوب العصبي والانفعالي لاي مشكله بيبقى بيوتره جدا. حاول ان انت تاخد الموضوع بشكل مختلف عن السنين اللي فاتت. احنا عايزين نقول سنه جديده، الجديد بيجي بالاختلاف، ان احنا نغير النمطيه بتاعتنا شويه. انت لازم تحط لنفسك شيء في حياتك جديد تغير بيه النمطيه،
لو ما بتعملش رياضه يا ريت تبدا تشتغل على الرياضه. اي تحسن بيحصل في جسدك انت هيبدا ده يديك بوزيتيف انرجي ان انت تتحرك قدام. لو ثقافه، لو فن، لو ما بتقراش كتاب حاول تغيره، لان 30% من الحياه النمطيه اللي انت عشتها في 2019 عشان يديك طاقه ان انت تكمل ال 70% النمطي اللي عندك وانت راضي وانت سعيد وانت مبسوط. غير اماكن. لو هيكرر اللي انت بتعمله في 2019 اللي انت قلتيه في اول في الانترو بتاعك، الناس بتشعر سنه زي سنه زي سنه زي سنه، انت المعامل اللي تقدر بيه تغير السنه دي من السنه دي. تقدر تستفيد بقى خبراتك اللي انت اكتسبته، حتى اللي انت الوحش اللي مريت بيه، يعني تقدر تاخده كده ان انا وقعت، ايه المشكله؟ خسرت شغلي. عايز اقول لك ان في ناس اعرفها فضلت فتره طويله بتشتغل، قلت لك انا كنت دايما حاسه ان انا متضايقه، لحد ما اكتشفت ان مش ده الكارير اللي انا كنت حباه. صحيح. وقالت لا انا هقطع ده وهشتغل حاجه انا بحبها، حتى لو هخسر، حتى لو هبدا من الصفر. اتخاذ القرارات المصريه، وانت كده جيتي على نقطه مهمه جدا. معانا تليفون يا احمد، نقول الو. ياسمين، الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهل مطروح، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي. كل سنه طيبه ياسمين. تسلمي لي حبيبتي. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبجد البرنامج بتاعك ده تحفه حبيبتي. يعني انت اساسا قمر. يا رب يخليكي حبيبتي. قولي لنا بقى ياسمين، هتعملي ايه النهارده؟ استاذ احمد، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه والصحه والسلام عليك يا فندم. هتعملي ايه النهارده ياسمين؟ نعم. هتقضي كريسماس فين النهارده؟ سامعاني؟ بتقولي ايه؟ بقول لك النهارده هتحتفلي ازاي بنهايه سنه وبدايه سنه جديده؟ طبعا، امال ايه، لازم طبعا كلنا وشعب مصر كله لازم يحتفل بالسنه الجديده ديت، ولازم تبقى سنه تفاؤل للمصريين كلها. الاستفندي بقى والفول الحراتي بقى، مجهزه نفسك ولا لا؟ طبعا، امال ايه. كل سنه وانت طيبه ياسمين. وانت طيبه يا حبيبتي، كل سنه وانت كل سنه وانت طيبه. لسه بنقول يا استاذ احمد ان يعني من ضمن الحاجات البسيطه اللي احنا ممكن نعملها احتفالنا النهارده كده، حتى لو انا ما خرجتش ممكن الم اسرتي كده، ومش لازم يبقى الموضوع مبهرج قوي في الاحتفالات. صحيح. ونروح نسهر مش عارفه فين ونصرف قد كده، ممكن زي شويه استفندي كده وصينيه كنافه وحبه فشار الدنيا تمشي. السعاده ما بتتحسبش النهارده، ايه انت بره او جوه، انت بتكوني معامل السعاده بنفسك وبذاتك. اللي انت قلتيه مهم جدا، النهارده ممكن يكون اليوم اللي انا لو في خلافات معايا، لو في صله رحم، ابدا النهارده ابدا اتصل بالناس دي، وانا اللي ابدا بكده وابقى سباق بكده. زوج وزوجه على خلاف مع بعض، مش موجوده معاه، غضبانه زي ما بيقولوا، واي نوت ان انت تتكلم وتتصل كل سنه وانت طيبه ويلا بينا النهارده. يعني المواضيع بسيطه، احنا اللي بنعقدها بتزمد ومواضيع مختلفه. طيب احنا معانا محمد، نقول الو. الو. كل سنه وانت طيب يا محمد. وحضرتك طيبة، أخباركم إيه؟ كله تمام الحمد لله. أنت استعدت للسنة الجديدة ولا لأ؟ والله لسه، يعني الجو برد فأنا مش عارف أطلع ولا لأ أصلا. الجو برد إيه بس يا محمد؟ أنت قول بقى إنك بتتلكك عشان ما تاخدش المدام ولا خطيبتك وتخرج بيها. لا إن شاء الله هخرج، أنا متجوز ومعايا تلات ولاد. إن شاء الله ربنا يخليهم لك. وعبد الله. واتمنى لمصر كلها كده الامن والامان يا رب. مسلمين ومسيحيين، وان بلدنا تبقى افضل طبعا بروحكم الجميله دي اللي احنا بنشوفها، والاستاذ اللي مع حضرتك استاذ احمد. استاذ احمد الله يخليك. اللي انا اول مره يعني بصراحه اشوفه، بس انا يعني انتوا وجوه طيبه وربنا يبارك فيكم انتوا الاثنين كده وكل القناه. تسلم لي يا رب. ويا رب كده تكون سنه سعيده على كل مصر وما نشوفش حاجه وحشه فيها خالص يا رب، وعلى كل الناس يا رب. كل سنه وانت طيب يا محمد. نقول الو. معانا رمضان، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا رمضان؟ انا امنيتي اشوف ثقافه واعلام يقوم بخدمه الشعب فعلا، وحقول كلمه، عاوزين اعلام يبني الدوله وثقافه ضد الهدام، يحمي حقوق الشعب المصري مش لفساد الناس هدام. أمل يكون إعلامنا مبدع ويكون للحرية إمام، حامي القومية العربية مش هو بس خطب وكلام، كتم الرأي الحر خطر لأحسن تبقى الدنيا ظلام. الله عليك يا رمضان. ما شاء الله عليك. الله عليك، كل سنة وأنت طيب. استاذ احمد بقى، طبعا احنا عايز اقول لك ان احنا معانا فقره جامده جدا الفقره الجايه مع استاذه شيرين فكري خبيره الابراج، وعايزين بقى نستفرد بيها في الفقره دي. أكيد. طبعا انا واستاذ احمد برج الجدي،
فاحنا النهارده احنا يعني ديمقراطيين جدا، فمعظم الحلقه هنتكلم عن برج الجدي. صحيح. تمام؟ نطلع فاصل يا شباب وناخد ضيف ولا ايه؟ يلا فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. فقرتنا دلوقتي فقرة مهمة جدا، الأبراج وشغل الأبراج وتوافق الأبراج مع بعضها. وطبعا احنا بنتلكك نقول اصل ده انا جوزي مش البرج بتاعي فعشان كده على طول بينا مشاكل. النهارده احنا هنحل لكم المشكلة دي. معانا ومعاكم خبيرة الأبراج والإعلامية الجميلة شيرين فكري. منوراني يا شيرين النهارده. نورك بجد والله. منوراني وجودي معاكي. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة وبخير وسعادة يا رب. السنة الجديدة شكلها ايه معاكي؟ زي الفل ان شاء الله. بتبقى زي الفل ان شاء الله. بإيدينا بإيدينا ان شاء الله. بصي بقى، انا هدخل فيكي بقى كده في الجامد. طبعا انا مظبطة مع شيرين بعد قبل الحلقة وهستغلها بعد الحلقة برضه، بس دلوقتي يعني خلينا كده مع الناس. قولي لنا بقى يا شيرين، حركة الأبراج كده عاملة ايه؟ أنا شايفة إن السنة دي قالوا لك يعني قالوا إن في الأقمار اتغيرت، زحل مش عارفة، الحمد لله يعني الحمد لله إنه مش يعني ساب الأبراج شوية اللي كان ماسك فيها بقاله كام سنة، فالدنيا ابتدت تتغير مع معظم الأبراج. وقالوا إن سنة 2020 تبقى يعني سنة كويسة مع معظم الأبراج، في أبراج يبقى طاقتها كويسة. إحنا طبعا مش بنتنبأ باللي جاي، إحنا بنقول إن طاقات الأبراج هتبقى طاقات خير ان شاء الله وبركه وسعاده على جميع الناس ان شاء الله. قول لنا بقى الدنيا فيها ايه يا شيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين. انتي طيبه. سنه جديده عليكم سعيده يا رب ان شاء الله. مبدئيا كذب المنجمون ولو صدفوا ولا يعلم الغيب الا الله. طبعا البدايه دي هتزعل مني ناس كتير، لان اليومين دول الموسم ناس كلها قاعده قدام التلفزيون ورقه وقلم، ورايا ست الكل هقول لك مين مع مين ومين ضد مين، والوصفه السحريه لسنه 2020 يا ترى ينفع ولا هكمل ولا مش هكمل، لدرجه ان في ناس بتكون داخله على ارتباط وبتحب، ولمجرد ان حد طلع على الشاشه قال البرج ده لا يتوافق مع البرج ده فالموضوع انتهى تماما. طلقني خلاص، احنا هنتطلق، احنا ما ينفعش لبعض. وكان في مسلسل زمان لاشرف عبد الباقي كان في نكته عن الموضوع ده وقعدوا يهزروا في الموضوع ده. الموضوع ده فاشل جدا، لان ربنا قالها صريحه في القران الكريم. ربنا كمان قال لنا حاجات تانية حلوة جدا، ولو هنتكلم عن ربنا هنقول ربنا قال أنا عند حسن ظن عبدي بي، وربنا قال الدعاء بيغير القدر. يعني أنت حتى لو أنت كل البوادر بتقول أن الدنيا صعبة جدا، أنت ممكن بدعائك ولجوءك إلى الله تغير القدر. طيب خلاص ما تجيش تقولي قال الله وقال الرسول وتعمليهم علينا، احنا بصي فينا اللي مكفينا. اوكي لا، بغض النظر ربنا يا رب يثبتنا ويجعلنا قريبين منه دايما. قانون الجذب في التنميه البشريه، عندنا في التنميه البشريه في حاجه اسمها قانون الجذب. انت بتجذبي ليكي بالايحاء الدنيا تبقى حلوه او الدنيا تبقى وحشه. طب انا ناويه اجذب ليا ايه؟ الجذب ده في حد يفضل يقول لك انا مش هوصل، انا طريقي دايما مسدود، انا دايما حظي واقف، انا دايما، فهو خلاص الطاقة بتاعته خلاص. الطاقة بتاعته هيئ نفسه داخليا ان هو مش هبذل اي مجهود، هي كده كده بايظة. يعني انا هقوم السرير ليه؟ انا كل ما بروح اقدم على شغل بايظ، انا كل ما بيجيني عريس بيرفضني اصلا انا مش حلوة، انا كل ما اجي اروح لدكتور ايه ده؟ عايز اقول لك التواريخ ابتدت. ابتدت مش قلت لك التواريخ ابتدت. الناس كلها ابتدت هي تسال على التواريخ. 25/10. طيب 25/10 ده برج ميزان؟ لا كده احنا دخلنا في العقرب. وده بقى انا بسميه ميكس بقى اللي هو اخر ده مع ده. طيب هل انت عماله تقول لنا من الصبح وجايه تكلمينا وبتقولي خبيره ابراج؟ نعم حضرتك، اللي هو ايه التناقض ده؟ لا في حاجه اسمها صفات الابراج كده، انا درستها كده وقلت طب ما نشوف الموضوع، طلع فيه موضوع حلو ان الصفات ساعات بتنفع ونيتنا خير. والله ان احنا مش كل الناس زي بعض، لو فهمنا بعض مشاكل كتير قوي هتدوب بينا. طب هندوب المشاكل ازاي؟ مع رجل ولا مراه في 25/10؟ رجل ولا مراه يا شباب؟ اكيد رجل. رجل. لو مع رجل العقرب. رجل العقرب انسان ماشي جنب الحيط، ما بيحبش المشاكل. لا انت متاكده من الكلام ده؟ ما للاسف بتيجي لحد عنده هم اللي بيعملوا فيا كده. عارفه يا صباح جم لما كانت بتقول انا كنت مؤدبه هم اللي استفزوني، انا ما كنتش ناوي اعمل مشاكل. هو طول الوقت ماشي. لا بس الراجل برج العقرب معروف بشخصيته القويه. على فكره ده راجل طيب جدا وزوج
جميل جدا. يعني البنت لما تيجي تقول لك ده رجل عاقل يا ماما، لا لا هرفضه. طب انا عايزه اقول لك ان ده الراجل اللي هيساعدك في البيت، هيسرح لك شعرك، هيجيب لك الحلويات والشوكولاته اللي انت بتحبيها، بس ثانيه واحده عشان يعمل الحاجات الحلوه دي كلها. ام ايه التقدير؟ قلة التقدير تخسرنا كتير. بيحب التقدير جدا وما بيحبش اسرار البيت تطلع بره، وانسان غامض جدا وعنده انا واسرتي واولادي كيان واحد، اللي يجي عليهم يبقى هو اللي جابه لنفسه. ساعتها الذنب السام بيطلع والانتقام، هو بس انا بعاتب عليه ان غريزه الانتقام، يعني انا هاخد حقي. طب وليه؟ الدنيا مش مستاهله، وهندخل نفسنا في مشاكل. لا وبعدين يعني ما انا عارفه ان الناس هتزعل مني النهارده، بس والله يا جماعه ده حقيقي. يعني الراجل برج العقرب ولا ايه استاذ احمد معانا برضو ولا ايه؟ أنا بيحب بيحب يبقى هارون الرشيد يعني حواليه يبقى كده. لا لا ده طيب سيدات جدا. هو بس ونساء وشغله كله يبقى كله موظفات. لا لا هو بغض النظر ان كل الرجال شعارهم ان الله جميل يحب الجمال، واحنا بناخد فكره مش اكتر من كده. اوعوا تفهمونا غلط يا جماعه، ناخد ولاء اللي هو ايه، اوعوا تفهموا الرجاله غلط، دول يعني نيتهم خير. الو ولاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ولاء؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب. قولي لنا بقى برجك ايه؟ برج انا 20/7. 20/7؟ عشرين سبعة، بس انا اساسا كنت مولوده 18/5. لا يعني انت مولوده 18/5 و20/7 متأيد؟ انا مكتوبه 20/7. لا بس انت مولوده 18/5 صح كده؟ لا خلاص كده انت مواليد شهر 5، هنعرف بقى صفاتنا ايه. انجي نقول الو. الو خطأ. الو ايوه يا انجي، عايزه اسال على البرج بتاعي. ايوه كل سنه وانت طيبه. انت برج ايه يا انجي؟ عايزه تسالي عن ايه؟ انت طيبه. برجك ايه يا انجي؟ برج العذراء. العذراء. حاضر يا انجي. حاضر يا انجي. تابعينا. نجلاء نقول الو. ايوه السلام عليكم. ايوه يا نجلاء ازاي؟ كل سنه طيبه. انتوا طيبين، عاملين ايه؟ كل سنه كلنا تمام الحمد لله. قولي لنا انت برج ايه يا نجلاء؟ منور الدنيا يا استاذ احمد. الله يخليك يا فندم، انا من متابعينك. الله يخليك، الله يكرمك، ده شرف ليا والله. حبينا نختم بقى السنه الجديده باستاذ احمد، ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ ده مفاجاه جميله جدا. الله يخليكي والله. والله انا سعيد بحضرتك جدا. قولي لنا يا نجلاء انت برج ايه؟ انا جدي. جدي وبنتي جدي. واحنا جدي واستاذ احمد جدي. انا عرفت كده. احنا ايه عذر بنت الجدي. نورتينا يا نجلاء، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. احنا كده عندنا الجدي والعذراء والتور، ابراج ترابيه. الثلاث بنات اللي عندنا دول ابراج ترابيه، تمام. التراب ثابت بحطه ايدك، عارفه اللي يقول لك انا ما بتغيرش، سنه 2 3 4 مبادئي لا تتجزا. فعلا انا عندي مبادئ وماشي عليها ومش هغيرها، ما تحاوليش. عشان كده لما تكون حد مرتبط بمرأة الجدي او مرأة برج ترابي او رجل العكس، لازم اقول لك ما تفضليش تعيدي وتزيدي في نفس الحوار بنفس ذات الطريقه، طالما ما اقتنعش غيري الطريقه. نتمنى ذلك. نتمنى ذلك. نتمنى ذلك. ليه؟ لان هم خلاص عندهم مبدا، فناقشيني بالعقل. جو الصعبانيات مش هجيب معايا نتيجه عشان خاطري وحياتي والكلام. لا 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 لا، ليه؟ جاوبي على السؤال، احط ايدي على السؤال اجاوب على طول. انتوا كده لما عقلكم بيرتاح، اطيب مخلوقات الكون. أيوة. من اطيب الابراج الترابيه برج الجدي على فكره. ومش عشان انتوا قاعدين خالص طبعا، عشان قاعدين. من اطيبهم لان انتوا عندكم ميزه بتستخدموا العقل مع القلب. صحيح. تمام. بس امتى يظهر القلب؟ لما العقل يرتاح. أيوة. اول ما نايم عقلي ويرتاح خالص ابدا انشر المحبه والحنيه، لان انتوا بتضعفوا قدام الكائن الضعيف اللي هو الاطفال. نقطه ضعفكم الاطفال جدا، بتضعفوا قدامهم وبتكرهوا. الراجل بيكره المراه اللي بتعيط، ما بيحبهاش تعيط. فهميني في ايه؟ ما تعيطيش، لانه بيضعف قدام دموع المراه. المراه الجدي يقال انها شخصية قوية، دي من أضعف المخلوقات. ومشهورين بالحضن ومشهورين بالحنية والاحتواء، فدول ميزات حلوة قوي. احنا معانا مريم نقول ألو. ألو مريم. الو. كل سنه طيبه. وانت طيبه يا ضي، عليكم بخير يا رب يخليكي. قولي لنا بقى انت برج ايه؟ انا اول مره اتواصل معاكي انا على القناه. يا رب انت منورانا يا رب. بص عايزه اعرف برجي. برج الجدي. ما احنا لسه بنتكلم عن برج الجدي. والله النهارده برج الجدي اكتساح يا جماعه. احنا في الحلقه كلها النهارده تبقى برج الجدي. حاضر يا حبيبي. سرطان. عايزه ايه؟ والسرطان كمان العاطفيه وكده يعني، والصحه. حاضر. السرطان ولد ولا بنت؟ بنت. والجدي بنت. حاضر. والاسد ولا على تقولي انا مواصفاته يعني حاضر. العاطفيه.
حاضر. نقول الو اميره. الو الو اميره ازيك؟ ايوه سلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام، اهلا بيكي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. منورين والله. منوره بيكي. انا بس عايزه اعرف، انا 26/3 96 والاسم اميره. حاضر. اختي هدير 91/95. جدي برضه. برضه جدي. حاضر. عينيا ليكي يا امير، كل سنه وانت طيبه. استاذ احمد بقى قول لنا فعلا مواصفات برج الجدي بتنطبق عليك، بس هنرد عليا بعد محمد. نقول الو. الو محمد. الو كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت طيب؟ وطي التلفزيون يا محمد عشان تسمعنا كويس. حاضر. قول لنا انت برج ايه؟ الو. انا 19/8. 19/8 للاسف. حاضر يا محمد. قول لنا بقى يا استاذ احمد، فعلا مواصفات البرج بتاعك بتنطبق عليك؟ انت شايفها مناسبه معاك مع الكراكتر بتاعك مع شخصيتك، ولا انت كنت تحب ان انت شايف ان انت مواصفاتك مايله لبرج تاني؟ بالنسبه للجدي لا، انا كنت فعلا يعني مقتنع بي طبعا في كل ابراج هتلاقي في جوانب سلبيه ليها، لكن ايجابيات الجدي هي طبعا الاستاذ ذكرتها. يعني طبعا على الطيبه او الحنيه او عدم القدره على استحمال الصعبانيات كتير. لا ده احنا اكتشفناه. بس العناد احنا اكيد بقى ما جبناش، ما تطرقناش للعناد. احنا يعني لا نتخانق عشان يا جماعه، والله لو الجدي ما لقاش حد يعند مع نفسه هيعند مع نفسه. بالظبط، ده حقيقي فعلا. هيعند امتى؟ هيعند لما يلاقي اللي قدامه بيشتغلوا. هيعند لما يلاقي اللي قدامه. لا ده احنا بنتمزج باللي بيشتغلنا ده على فكره. فانت يعني احنا بنحب نسمع له كده وطلع اللي قدامه. طلع. والتجاهل ايه بقى موضوع التجاهل؟ احنا البرج ده ما بينسى او بيقرر التجاهل فهو بيتجاهل خالص. تماما. اصل انا حد عارف اللي دايما مشغول وعقله مشغول، عندي شغل. انا عندي شغل دايما، حتى الست نقول لها اشتغلي عشان تبطلي تفكير. فانا طول الوقت عقلي شغال بفكر في 100 حاجه وعندي طموح وعايزه اوصل لحاجات، فانا ما عنديش وقت للتفاهات دي. انتوا بالنسبه لكم كمان الحوار، الناس اللي بتتكلم بالقلب والصعبانيات تفاهه. صحيح. فاحنا مش بنتكلم بنفس اللغه، فبيبقى في انا مش سامعك اصلا، انت فاهمه؟ لكن انتوا فيكوا حاجه، لو انت انا كلمتك باللغه اللي انت بتحبها هتعمل كده. ايه ده لا لا لا، زي ما انت عملت من شويه. عمل ايه لو انتوا هتجيبوا الحلقه؟ كان عامل كده تمام، وبعدين بدات ودنه تسمع، فبدا ان هو لا اتعدل كده وبدا يتعب. هم دول مواليد الجدي، اللي هو انت تعرفي اذا كان بدا الموضوع يعجبه. عارفه بقى لو ما عجبهوش كان هيبقى عامل كده، هتلاقيني زي كده، ممكن يمسك موبايله، ممكن فكر في حاجه. طب عن اذنكم ثواني هجيب حاجه مثلا. مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل. البنوته ما بتحبش الراجل اللي يبقى، خدوا بالكم يا رجاله، اللي يحب بنوته من برج الجدي دخلت الورده واللي هو ايه، انت جميله قوي النهارده، عايزه ورده ابراهيم ده ما بيخش معانا خالص خالص، اللي هو ايه مالك خسه كده النهارده. لا يخش في الموضوع. قالت انت بيه مستنيه بيبصله كده، انت عايز يخش في الموضوع في الاخر. لكن لما اقول شغلك على فكره حلو جدا. صحيح. والحلقه النهارده كانت مميزه، بس كان ناقص فيها كذا كذا. ايه ده؟ ايوه. فتبدأي نقاش. بالظبط. ده مهتم بتفاصيلي، فهو قدر عن طريق عقلك ان هو فعلا كلامه صح. لا ده وتحطيه في اختبارات كرومبو اللي هو ايه، طب ايه رايك لو كان اللبس كان كذا كان هيبقى احلى. لا الطقم الاسود كان لا ده شاف الحلقه بجد، فابدا اتناقش بقى، فالقلب يميل، فكلمه، فابتسامه، فانا قلت لكم الدخله كده. اياك حد يجرب. اياك حد يجرب. فهو كل انسان فينا ليه. برضه كان حد كان بيسال على الاسد تقريبا، كان عندنا برج الاسد اللي هي حاجه 20/8. عندنا كمان برج العذراء عشان ما نبقاش نسيناه. انا معلش يا جماعه، يعني انا من الناس اللي برج العذراء كده في تضاد بيني وبينه، مش عارفه ليه. لا ده بصي، العذراء في الراجل صعب، في البنت حلو. الرجاله كلها بيقولوا علينا تافهين ومشاكل ومش عارفه ايه، لما تيجي بنت يتطرق الى العقل اكتر من القلب بيقولوا عليها عميقه قوي. طيب. بيقولوا البنت احنا معانا صبحي، نشوف صبحي برج ايه علشان نكمل. الو صبحي كل سنه وانت طيب. طيبه ست الكل. قول لنا بقى انت برج ايه يا صبحي؟ انا برج 8/9/58. 8/9 عذراء صح؟ 58. لسه بنتكلم على برج العذراء. حاضر، خليك معانا يا صبحي هتعرف كل اللي انت عايز تعرفه عن برج العذراء. نقول الو. ام عبير. الو. ايوه كل سنه وانت طيبه. ايوه الو كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. انا عاوزه اعرف بس لماذا البرج بتاعي، لان انا من مواليد 12/12. 12/12 القوس. القوس. حاضر.
مخرجنا قوس برضو، احنا القوس النهارده هنعمل له احتفال. انا اقول الو. هلا، مساء الورد. مساء الفل، كل سنه طيبه. وانت بألف صحه وسلامه، وكل سنه وكل وكل القناه بخير. ربي يخليك. مساء الخير ومساء الفل على الاستاذ احمد. الله يخليك يا فندم، مساء الخير، كل سنه وانت طيبه. انا هلا علي. اهلا بيك يا هاله، قولي لنا بقى انت برج ايه هاله؟ انا الاول متصله علشان اقول للاستاذ احمد مبسوطه قوي ان انتوا اديتوني الفرصه النهارده ان انا اشكره. انا الاول شاعره غنائيه. اهلا بيك. هو هو كان ملهم لينا كلنا بصراحه. الله يخليك استاذ احمد، من الناس الجميله جدا على الكلام طول الوقت، كانت ملهمه لينا. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانت ناجح، ودايما يا رب السنه الجديده تبقى اسعد وانجح واعظم ان شاء الله. يا رب يخليك يا صدقتك ومعرفتك، شرفنا بيك يا حبيبتي. منا نقول الو. اتصالات كتير بنعتذر للناس والله. الو منا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برنامج جميل، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه حبيبتي، بالف خير يا رب. وانت طيبه. قولي لنا انت برج ايه بقى؟ سمحتي، انا برج الاسد وجوزي برج الحمل، فعايزه اعرف يعني السنه الجديده. حاضر. ان شاء الله تكون خير علينا وعليكم وعلى الدنيا كلها يا رب. يا رب. كل سنه وانت طيبه. اسد مع حمل بيمشي ولا ايه؟ بذكاء وحسب مزاجه. يا عيني. ناخد ايمان؟ حسب مزاجه. طيب هناخد ايمان نقول الو. يكون راضي. ايوه، كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانتم طيبين. انا عايزه اعرف، انا برج الحمل 24/3، عايزه اعرف يعني 2020 عامله ايه مع برج الحمل وعاطفيا و... حاضر. تابعينا؟ حاضر. ان شاء الله سنه جميله على كل الابراج باذن الله. تابعينا. قولي بقى. طيب احنا عندنا العذراء راجل، وجالنا سؤال قبل كده، سؤال عن العذراء بنت، ايه الفرق بينهم؟ العقل المرأة لما بيجي مع المرأة بتبقى حاجة حلوة، بيبقى العقل حلو، بس احيانا لما بتيجي تتزوج من رجل زي رجل الحوت بيبقى شايف نفسه ان هو مظلوم وضحية، انت ما عندكيش قلب، انت مش هو رجل الحوت برضو صعب شوية، او حساس ورومانسي لما يجي مع العذراء، مش دماغه تحسيها شغالة قوي، هيبان انه قماص وبتاع مشاكل. ما هو قماص معروف رجل الحوت. لما يجي مع الحوت لما يجي، لا لما يجي مع برج عذراء او عذراء او تور، معروف قماص ونكدي وعايز مشاكل طول الوقت، ومش عارفه ارضيه ازاي، عملت كل حاجه. لا حضرتك بتتكلمي لغه، وهو مستني الحب والاهتمام، هو كده. لما يجي بقى برج العكس، نعكس بقى، لما تيجي رجل العذراء مع رجل العذراء بتبقى حياتها برضو مدمره. هو هو عارف يصطاد الضحيه ليه؟ لان هو جنتلمان جدا، وبيهتم بالمراه وتفاصيلها وكرامته من كرامتها وشياكته من شياكتها، تمام؟ فبيقدر ان هو يقول لها الكلمه كلمتك وانت هتبقي كل حاجه معاك. فالبنت في الخطوبه بتبقى فرحانه جدا، بعد الجواز هو خلاص شخصيه ثانيه، هو خلاص بقى امتلك الحاجه اللي هو عايزها خلاص، فيبدا بقى يفكر في الطموحات الجديده. مش ست على فكره، عشان بيقولوا ان هو ممكن يكون بيأهملني عشان هيفكر واحده غيري، لا خالص، هو اتجوز خلاص، احنا عملنا في الليفل ده، نبص على اللي وراه بقى. شغلي بقى المفروض ان انت تبقي انت المهتمه بالولاد والبيت وبيا وبكل حاجه. لا انا بقول لك ادعك، لازم نتعلم اللغه دي. انا ما بكون عايزه اروح شغل جديد باخد كورس انجليزي وباخد كورس كمبيوتر، بغير من نفسي يعني. تعلم الكذب في المرحله دي حلال حلال حلال، الكذب على المراه اصلا حلال. طب قول لنا يا استاذ احمد بقى، ايه اكتر برج انت حاسس ان انت في تعاملاتك كده معاه انت مرتاح في التعامل معاه؟ العقرب. العقرب كراجل ولا ست؟ في كله، كراجل وكست. انا برضو بحب التعامل مع برج العقرب، واعتقد ان الجدي ما بيلاقيش نفسه الا في العقارب. صح كده انا محاط بالعقارب. لان انتوا هم اللي بيرتاحوا لكم اكتر على فكره. ايوه صحيح، ده مظبوط، هم اللي بيلجأوا ليكم، لان انتوا اكتر ناس بتحتووهم. اولا انتوا هو بيحب ان احنا نحترم بعض، انتوا عندكم الحته دي، ما بتحبوش الكلام اللي هو بالشتايم وكرامه، فانتوا فيكم الحته دي زي بعض. كمان انتوا بتسمعوهم وبتوضحوا لهم كل حاجه، فحته الغموض والشكوك انتوا مريحينهم فيها. صحيح. عندكم اسباب لكل المواقف وماشيين دغري، فعشان كده انتوا بتلاقوا بعض، عشان كده بيبقى في حنيه، تمام؟ فعشان كده بتلاقوا ان اسراركم مع بعض طول الوقت، وبتبقوا سند لبعض جامد جدا، عشان كده العلاقه دي بتنجح. شفتي؟ عشان فهمنا بعض. كمان ما عندناش حته اللي هو ما يمكن عايز في برج مثلا زي السرطان، تحليل المواقف طول الوقت، ماسك ورقه وقلم، انت النهارده كويسه معايا، بكره عملتي موقف مضايقه، فيبدا ياخد جنب ويبدا يغير بقى. طلبش المفروض انت. طب عايزين نتكلم عن القوس. القوس الولد والبنت هم المرح، بيحبوا الحياه والحياه ومعندهم ولايه برضه. لا هم حساس، عندهم شيء ومناقيده، انتقاد لاذع وحساس جدا، مرح جدا جدا، وبيحب الحياه جدا جدا، وبيكتئب بالليل اخر اليوم ساعات كتير جدا. عنده ان هو متسامح والدنيا حلوه وحلو، وبعدين يعند مره واحده
انت ايه؟ عارفه سؤال انت ايه مين فيهم؟ هو كل الحكايه ان هو بيقف يعني ماشي في طريق السهم محدد الطريق بتاعه، فمش شايف اي حاجه، عمل السهم ما حصلش نصيب والسهم وصله للهدف بتاعه يكتئب ويقع، فتظهر منه شخصيه العند والتناقض والاكتئاب، قوم نفسه يرجع يبدا من اول وجديد، بيبدا يصوب السهم، فتلاقيه طول الوقت انت مش فاهماه الحاله كده. بس النار عموما عايزه تعمليه صح هتدفي بتدفيكي، بس تحوطي عليها تحتويها لا مش تحتويها وبس، عارفه النار انت لو ما حطيتيش خشب من هنا ومن هنا ومن هنا وعملت لها كده النار هتروح حاضر وهتطفي، تحتويها وتتعاملي معاها. هنتكلم على الجوزاء لان ما جبناش سيره الجوزاء. هوائي برج هوائي مظلوم يا عيني برضو زي العقرب. مين اللي مظلومين بس؟ مظلوم طبعا، ده طيب جدا. هو طيب جدا بس هو مشكلته ان هو بيعيش بكذا شخصيه، يعني ممكن تبقى قاعده مع فرد ولا يا استاذ احمد، يعني انت ممكن تبقى قاعد مع حد جوزائي، يعني هو حتى شبهوه بالشتاء، الشتاء قالك ده شتاء متقلب. شكله السنه دي جوزائي متقلب. ايوه هو متقلب حسب المود والحاله النفسيه، فيوم تلاقيه اجتماعي وقاعد معانا ويوم مكتئب خالص، يخلي كل واحد بيعرف يهتم بالتفاصيل جدا، يعني لو في 100 واحد قاعد هو هيعرف انت ازاي ويتعامل مع هنا ازاي، طب ما انت كنت حلوه وفجاه تجيله حاله نفسيه تتكتم يهرب ويسيب الدنيا وما يردش على حد ويمشي ويحبس نفسه في الاوضه، لا ده في حاجه اصعب ان هو لما يتخانق بيقول كلام يا ربنا بيعور بالكلام، وبعدين بدل ما كان هو مجني عليه تحول لجاني، ده قال لي وقال لي وقال لي وانا كنت محكيه له اسراري وقايله له وقايله له، طب انت ليه عملت كده؟ فيندم جدا ويبدا يفكر انا هصالح ازاي؟ طيب احنا عايزين نقول كده بوجهها ليه؟ بوجه رساله في 2020 لبرج الجوزاء، ارجوك لما تلاقي نفسك اللي بدات تجيلك الكتمه بتاعه الهوا دي، احبس نفسك قبل ما تقول الكلام وسجل لنفسك فويس، شوف انت كنت ناوي تقول ايه، لما هتسمع بودنك هتقول ايه اللي انا كنت هعمله ده. كويس ان انا ما اتكلمتش. هتوقف، هنقلل المشاكل اللي في حياتنا وهنحافظ على ناس كتير كانت رزق كبير في حياتنا. طب احنا عايزين نقول بقى كده نصيحه سريعه ل 2020 لكل برج، تاخديهم كده بقى بالترتيب يعني في اجازه سريعه. طيب هاخد الابراج الترابيه، هقول لهم حلو قوي ان احنا نكون عاقلين ونفكر بالعقل ونفكر لبكره والكلام ده كله، بس امتى بقى هنستمتع بالحياه ونشغل قلبنا شويه؟ نحاول ان احنا الارزاق بايد ربنا، ما تقولش الهم، مش ان احنا نرتب وما نبقاش عايشين بالبركه كده، دي حاجه وحشه، بس برضو من حقي ان انا استمتع بحياتي وبدنيتي وان حبايبي يستمتعوا بيا ويلاقوني لاني مفتقديني طول الوقت. هقول لبرج الناري انتوا حلوين قوي وبتحبوا المرح والهزار والضحك وكل حاجه، بس لازم التهور الزياده ده، وان احنا اول ما نحس بحاجه نعملها احيانا بيوقعنا في مشاكل كتير، وان احنا بقى نلاقي حد في مشكله نجري عليه، خصوصا رجاله الاسد وبنات الاسد، انا ب 100 راجل اندفاعيين اندفاعيين جدا وناريين جدا في التعاملات. يا جماعه يعني تدبروا، حلو ان احنا نشغل ده ونشغل ده، فاحنا ندخل المشاكل والناس وده ونلاقي نفسنا طول الايام قيل وقال. طب البرج الهوائي لما بتكون رايق بتبقى حلو، طب الكتمه احنا ذنبنا ايه؟ طب ما انت لما بتتكتم عرفنا، نحط ايدنا على السؤال نجاوب على طول، انت كمان بتتكتم وتبعد عننا ولما ترجع مش عايز حد يتكلم معاك في الحوار، طب الاسئله اللي عندي مين هيجاوب لي عليها؟ غلط خالص، هناك وندوق الكلام وبلاش تردد كتير وناخد قرارات صريحه. اخر حاجه البرج المائي ودايما هقولها، البرج المائي الميه طول احنا بنستنى طول السنه عشان نروح قدام الميه ونفضي كل الهموم اللي عندنا ونقعد قدام البحر اللي بيجري، بلاش تستفزوا البرج المائي ويحصل المد والجزر والموج يعلى وتقفوا قصاده وتيجوا تعيطوا تقولوا ده قال لي وقال لي وقال لي، الموج لما يعلى لو ما استعملناش الذكاء واحنا في المصيف بتلاقينا كده معاه هنغرق. يبقى انا بقول رساله للي بيتعاملوا مع البرج المائي، حاولوا ان انتم تسيسوهم وقت عصبيتهم هينزلوا على ما فيش، وبقول رساله للبرج المائي حاولوا ان انتم بلاش تعلوا قوي بالفولت وتتعصبوا عشان الموج لما بيعلى قوي بيضركوا انتم كمان. طيب احنا عايزين نصلح من ما كلمناش عن الدلو وزعلانين في كنترول ان احنا ما كلمناش عن الدلو. برج الدلو نصيحه ليه، انت طول الوقت طيب جدا ودايما متهم انك شرير وقلبك اسود. ليه بالعكس، انا بحس ان برج الدلو يا عيني هو قله يعني مش كتير في المجتمع برج الدلو، بس تحسيه كده يعني هو في حاله كده وطيب كده مع نفسه. دي المشكله. عملت مع حد دلو قبل كده يا استاذ احمد؟ طبعا. ايه رايك فيهم؟ بالنسبه لي انا ناس مميزه جدا بس برضو بحس بشويه اندفاعيه. لاني انا دلوقتي اولا ما بنتعلمش من اخطائنا وبنكرر نفس الاخطاء صحيح. تمام. تاني حاجه انا دلوقتي زعلانه مع حد برج الدلو تمام وانا غلطانه معاه، طب وجيت قلت له خلاص بقى ما تزعلش مني، طيب ماشي خلاص، طب انت اللي جوه قلبك ايه؟
اللي جوه قلبك لسه ما هديش. فانت قلت لي طب خلاص وقعدنا مع بعض وكنا حلوين، بعد ما روحت البيت افتكرت اللي انا عملته، مع اقل موقف بدات تجيب لي أرجع من تاني. 1777 رجعت لي المشاكل الاولى، فانا هتعب في التعامل معاك، احس نفسي طب ما احنا كنا اتراضينا، ايه اللي جاب المواضيع بتاعت زمان؟ لو كنت مهتمه كنت عرفت لوحدي. لو كنت مهتمه. فانا عايزه اقول له ما تتصالحش، مش حلو ان انا خلاص انا بتصالح بسرعه فانا قلبي ابيض، لا عاتب عشان قلبك يرتاح، عشان نفضي القديم، عشان نبدا حياه جديده. لكن طول ما انت بتصالح بسرعه بس جواك ما اترضتش، انت طول الوقت هي نفس المشكله قائمه، عارفه العياطه اللي من جوه دي. طب وليه؟ وليه الدنيا مش مستاهله؟ طب يا استاذ احمد بقى احنا عايزين منك كده روجيتا كده ل 2020 في التعاملات بين الراجل والست، نعمل ايه عشان نهدى ما بين الراجل والست؟ سؤال عميق قوي. ادوا الثقه لبعض، محتاجين نهدى. ادوا الثقه لبعض. طب واللي مش قد الثقه؟ ما انا ممكن ادي الثقه والاقي الطرف اللي قدامي دايما مش قد الثقه. بنحسن دي. بنحسن الظن باللي قدامنا في الاول. احنا مشكلتنا الفتره اللي فاتت او في المجتمع حاليا ان بدانا بنسبق بسوء الظن قبل حسن الظن. يعني انا بستنى الوحش اللي جاي قبل ما اخد الكويس، وده بيقعدني في توتر وبيقعدني في تصايد للاخطاء مع الطرف الاخر، ومع تصايد الاخطاء هيبقى المشاكل الصغيره اللي ممكن احنا نتعامل فيها بسهوله ونتخطاها مع بعض، لا انا قاعد مستنيها فهتكبرها فهيحصل المشكله ما بيننا. المساله محتاجه ثقه، والمساله محتاجه احترام متبادل ما بين الرجل والمراه، لان الفتره الاخيره بدا انا ده اللي انا شفته من خلال المدونات او من خلال الكلام، عدم تقدير من الطرفين. يعني بدا كل طرف يقول لا انا اقدر اعمل لوحدي، انا عندي القدره ان انا اكمل لوحدي. فالنهارده ده مش الاساس الموجودين بيه على الارض. هو مش كده قد ما هو انا بقى دلوقتي التعامل يا شيرين يعني بين الرجل والست، طرف بيدي قوي قوي بيبقى مستني المقابل من الطرف الثاني، وطرف بياخد وما بيشوفش كمان. يعني انت مش بتدي، لا انت كمان ما بتشوفش اللي انت بتاخده، فده بيعمل نوع من النكران. احنا بنتكلم عن النكران بيبان. ما هو احنا اي علاقه احنا بنبداها احنا ما بنبداهاش وان شوت، انت اكيد بيبقى فيه مقدمات. يعني لو زواج فيه خطوبه، لو صداقه ففيها ليها فتره انت بتقعدي عليها. احنا في ناس ما بتقدرش ان هي تحلل التحليل الصح للشخصيه اللي قدامها. انت لو قعدتي وحللتي الشخصيه اللي قدامك وخدتي فترتك انك تجربيها في المشاكل او تجربيها في المواقف المعينه قبل ما يحصل تطور في العلاقه او اندماج اكتر، هتقدري تاخدي احتياطاتك من بدايتها. واحنا احنا بنتكلم على الطاقات الايجابيه والسلبيه، الناس طاقات ايجابيه وسلبيه. احنا قلبنا دليلنا دايما. انت ساعات بتقعدي مع حد بيبقى عندك احساس بديستورجن بيحصل في الطاقه بتاعتك. ما بنقولش ان احنا هنمشي على كده، كمان المواقف بعد كده تثبت لك. يعني دايما القلب دليل لكل شيء. نخش اتفضل. لا احنا قدامنا خلاص استاذ شيرين، بقى قولي لنا كده في دقيقه ايه الابراج الحلوه في 2020 وايه الابراج اللي يعني تحاول تعدي من نفسها في 2020؟ هقول لك حاجه تانيه. لو هنتكلم على نفس الطريقه احنا اتفقنا، لو هنتكلم عن العلاقات في الحب زي ما قلت لك لما كلمتيني، لن نشتري هذا العيد شجره، ستكونين انت الشجره. عايزه اقول رساله لكل راجل، اهتم وابدا. ممكن يكون مش كل الناس مهتمه ان بدايه السنه الجديده نحتفل بيها، بس اعتبرها سنه جديده بيني وبينك هنبدا بيها حياه جديده، نداوي فيها اللي فات ونبدا بيها حياه جديده. وخلي شعارك دايما لا تحسن الظن لحد الغباء ولا تسيء الظن لحد الوسوسه، لان الاثنين دول بيضيعونا. صحيح. الحاجتين دول. طيب انا قبل ما انهي الحلقه، طبعا انا مبسوطه جدا بضيوفي، بس في كده كادو بسيط من الحياه مع حواء للاستاذ مصطفى بدران صاحب شركه انتاج ستارلايت اللي هو منتج البرنامج. بقول له كل سنه وانت طيب، وادي احنا لا نشتري اليوم شجره، وادي الشجره انا جبت لك الورد كله اهو. كل سنه وانت طيب وسنه جديده وسعيده عليك وعلى القناه كلها وعلى كل الناس اللي شغاله. عايزه كمان اشكر كل الناس اللي واقفه ورا الكاميرات، الناس اللي انتم من غيركم البرنامج بتاعي ما كانش هيظهر للناس. بشكركم كلكم و بحبكم جدا، وكل الناس المخرج المعد، الناس اللي في الكنترول، المصورين، الناس اللي بتظبط الاضاءه، حتى ابسط الناس اللي بتشتغل وبتتعب عشان البرنامج يطلع بصوره كويسه. كل سنه وانتم طيبين وسنه تكون سعيده وجديده عليكم يا رب. بشكر شيرين جدا، مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده وهنستفرد بيها بعد الهوا. استاذ احمد بجد بشكرك ان انت كنت معايا النهارده، وطبعا احنا كنا مظبطين كذا حلقه بس الحمد لله ان كان ختامها مسك ونهينا بيه السنه الجديده السنه القديمه، ونبدا سنه جديدة باذن الله خير وسعاده علينا جميعا. بحبكم قوي. الحياه مع حواء هتفضل معاكم ان شاء الله، كل جديد هنقدمه لكم، وان شاء الله تكون سنه جديده تحققوا فيها احلامكم وتداووا فيها اوجاعكم. كل سنه وانتم طيبين.